وفاة الفنان مسعد موسى أحد أعمدة فرقة الطنبورة البورسعيدية بعد صراع مع المرض. أعلنت فرقة الطنبورة البورسعيدية وفاة الفنان مسعد موسى أحد أعمدة فرقة الطنبورة البورسعيدية الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 66 عاما بعد صراع مع المرض. وفرقة الطنبورة البورسعيدية فرقة موسيقية غنائية أسسها زكريا إبراهيم سنة 1989 في بورسعيد بهدف جمع وحفظ وإحياء التراث الموسيقي الشعبي المنفرد وربطه بالحياة القومية في مصر. يعزف أعضاؤها على آلات الصاجات المثلث الرق والطبول إلى جانب الآلتين الأساسيتين السمسمية والطنبورة. إنا لله وإنا إليه راجعون.